صباح خير يا قمر. شو استاذ؟ هذا مشهد جديد؟ لا، هي بروفا لقدام. صباح العسل يا عسل. صباح الفل يا فل. صباح السعد والهنا. صباح الحنطة يا شعير. صباح الحب يا روح القلب. صباح الخير من فقراتي إليك. صباح الخير استاذ. ليش كنت طابب على وشك؟ دخيل هالصباح بيظهر انه وسيم معه حق. هي امل ما عم تمثل تمثيل. ولي عليه اذا كان صحيح. اذا كان الحكي جد معناتها احسن حل اني انقلها من هون وعين شي وحده تانية بدالها. سكرتيره حلوه يقدر الواحد يطلع فيها وعم يغازلها. ليش انا محتار بدي عين سكرتيره بدال امان؟ والدائره عندي مليانه موظفات عم يغلو غلو. احسن شي انطقل لي شويه حنك مع الموظفات ونقي السكرتيره اللي بتعجبني. بندوره ب 40 ليره. احي ولك شغل احي. الخسه ب 15 ليره. اهلين استاذ. اهلين استاذ. بدي نص كيلو ليمون ب 30 ليره. صاروا ست ليله. شو عم تحسبي؟ اهلين استاذ. شو كنتي عم تحسبي؟ جوزي استاذ جاي على باله صحن سلطه وعم بحسب قديش بكلف. وقد ايه طلع معك بكلف؟ مو اقل من 80 ليره استاذ. 80 ليره مو كثير؟ طبعا كثير استاذ، والمعاش ما عم يكفي. زود لي يا الله يخليك. اطمني، عم بسمع بالاخبار انه في زياده معاشات ان شاء الله. امتى استاذ؟ بهالقرن. يا الله لا يسمع منا، بكره بيغلوا كل شيء. مزبوط معك حق. مدام نجاح. اهلين. شو هالشياكه؟ شو هالاناقه؟ يخز العين عنك. شكرا استاذ. ما شاء الله، بس مو الاناقه من الاواعي وبس، لا، مثل ما بقول المثل القالب غالب، مو هيك يا ست سمر؟ هيك استاذ. تفضلي عادي. طمنيني ست نجاح، جوزك لساته ما بشرب القهوه الا من تحدياتي؟ لساته استاذ. مدي ايديكي لشو؟ يا هدول ايديه الحلوين، مو معقول الا يساووا قهوه حلوه. يعني سمحت لي استاذ، اتاخر الصبح ساعه بس مشان اساوي له القهوه لجوزي. هو بصراحة أنا ما بهون علي خجل موظفة حلوة وأنيقة مثلك، بس شو بدي ساوي؟ القانون قانون مو بإيدي. ست سمار، ولادك كيف؟ وإن شاء الله تيسرت أمورهم؟ الحمد لله. وأنتي منيحة إن شاء الله؟ منيحة. الحمد لله. لازمكم شي؟ بدكم شي حبيباتي؟ لا شكرا أستاذ. خاطركم. الله معك أستاذ. شو بو؟ شو بدك تضل دبقان فيه تمرتينا؟ الكاتب حبك وبدي احميك انا. انت حبك العافيه. يلا احيط حطي. يا صباح الخير يا حلوي. اهلين استاذ. شو شايفكم عم تردوا مثل تلاميذ المدارس؟ ست ساميه كيفك؟ منيحه. ان شاء الله ما حد عم يضايقك بالشغل. الحمد لله. بنتك الاموره سوسن كيفها؟ عفوا استاذ، انا ما بسمح لحد يحكي على بنتي بهالاسلوب. انا بنتي صبيه وسمعتها مثل المسك. ليش شو حكيت انا؟ شو هيدي اموره ماموره لك؟ عفوا ما قصدت، بس لك عندي خبر بيطير لك عقلك. انا قررت بدل السكرتيره اللي عندي، بقى خليني قابل الاموره، خليني قابل بنتك، بجوز عينها. تأخرت كتير استاذ، أنا بنتي تعينت سكرتيرة بمكتب تجاري قطاع خاص وبتقبض راتب قد راتبي وراتبك ومرتين. أي الحمد لله. أنا شو بدي؟ أنا بهمني إنه الله يسعدكم ويهنيكم. شكرا. عفوا. إيه ست منال، أنتِ كيفك؟ كيفه جوزك؟ الحمد لله الحمد لله. دعم بين ما شاء الله، في سعادة على وشك، معناتها أموركم بخير ما؟ الحمد لله الحمد لله. شوفي، لحتى تحافظي على سعادتك دائما لازم تكون امورك مع زوجك بخير. ايه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شوف وشك بخير. الحمد لله. اضوي. لا لا ست سلوى، انت مو ضروري ابدا الواحد يقول لك اي شيء، سماهم في وجوههم. شو هالوش اللي عم ينقط حلاوه وعسل
وحسن وجمال. هذا من ذوقك استاذ. لك تسلمي لي على الطله. شكرا استاذ. عفوا. لازمكم شيء؟ بدكم شيء؟ انا ها بدي اكمل جولتي التفقديه. سلامتك استاذ. الله يسلمكم. شو حلوين. شبه يعطيكم العافية. أهلا وسهلا أستاذ. أهلين. لهنيك. مرحبا ست إيمان. أهلين أستاذ. كيفك؟ الحمد لله. كيف الشغل؟ حضرتك أدرى. صحيح أنتوا ما بتنسألوا هيك سؤال. ما شاء الله عنكم وعن شغلكم. جوزك كيفه؟ الحمد لله أستاذ. بتعرفي أنا بحسده كثير لأنه عنده زوجة مثلك بتدار عليه وبتهتم فيه. شو بدنا نعمل أستاذ؟ أنتِ قدوة. انت قدوه للمراه والزوجه المثاليه. شكرا كثير استاذ. واهم شيء فيكي اناقتك، دائما انيقه يغزل العين عنك ومفرفحه ومشقره. شو بدنا نعمل استاذ؟ بدنا نرضي هالرجال مشان ما يتطلعوا على غيرنا. حلوه يا انت استاذ. عفوا بس يعني لهلا يعني ما عرفنا سبب تشريفكم لعنا على المكتب، يعني في شيء بخصوص الشغل؟ ايه طبعا اكيد انا جاي مشان الشغل. هو بصراحة أنا عم بعمل جولة تفقدية اطمن فيها على المكاتب وهلأ أنا عنكم. أهلين وسهلين أستاذ. إيه ست نادية، أنت طمنيني جوزك عقل ولا لساته عم يطلع على حدا غيرك؟ لا الحمد لله، صار من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. جوزك غبي. معلوم غبي. في واحد بالدنيا عنده زوجة مثلك جميلة وبتغار عليه وبيطلع على حدا تاني؟ القصة مو قصة غباء استاذ، بس الظاهر أنا اللي كنت مقصرة بشغلات وهلأ الحمد لله تلافيت التقصير ومشي الحال. برافو عليكي، أنت إنسانة عظيمة وحلوة وأكابر أنت. أنا برأيي أنك تضلي تغاري على زوجك. طبعا لأنه رجال ما له الأمان، ما بيعرف الواحد إمتى بيرفسوا النعمة اللي هن فيها. فعلا الرجال مالهم امان. معك حق يا استاذ. طبعا معي حق. لك شو هي اطمنت عليكم انا، لازمكم شيء؟ سلامتك. سلمي لي على جعوزك. لك شبو. اهلين وسهلين استاذ جميل. خطوه عزيزه، شو بتحب؟ نضيفك شاي قهوه زهورات مليسه؟ لا استاذ سالم. ممكن تتكرم علي بشي كاسه؟ ما تفضلي يا سي وربي، تفضلي. لك لا تستعي، هي انا قعدتها. كيفك؟ ان شاء الله الاستاذ سالم ما عم يضايقك. يعني بين فترة والتانية إلا ما يمرق له كم كلمة، بس أخف من أول بكتير. لا تزعلي مني، يعني الحق مو عليه. ما في رجال بالدنيا ممكن يقعد ويشوف هالجمال ويضل ساكت، يخزي العين عني. تفضل أستاذ كاس المي. تفضل يا أنسة والدي. شكرا، ماني عطشانة. خود رجعها من محل ما جبتها لأنه الأنسة والدي مو عطشانة. بس انا مالي جايبها للانسه وردي، انا جايبها لك. مو انت قلت لي جيب لي كاسه مي؟ ايه مزبوط، بس كنت حابب الانسه وردي تشربها لحتى تضل مفتحه وريحتها فواحه، مو عطشانه الانسه وردي بلاها. وعي لعب عقلك، متجوز وعنده ولدين. شو عم توشوا شو ده؟ بعد عنا وروح وصينا على قهوه. على عيني مثل ما نبهتك. ها بس مو سخنه الاول استاذ. لا تواخذيني انا سوردي، بس انا عم عاقب لك يا. طمنيني انت مرتاحه بالدراسات؟ ماشي الحال، كله شغل. طيب شو رايك انا اقلك بالدراسات و وشو؟ لا رح خلي لك اياها مفاجاه.
الله لا يعطيني عافية. طول هالوقت ومالي منتبه إلا لوردة. حدا بيعين هي أمل سكرتيرة وبيترك وردة الحلوة. مذكرة إدارية بناء على مقتضيات المصلحة العامة. 1. تنقل الآنسة أمل إلى الذاتية. 2. تنقل الآنسة وردة الحلو من الذاتية إلى مكتب المدير كسكرتيرة. يبلغ هذا القرار من يلزم وينفذ فورا. أكيد أمل هلأ بدها تزعل. لازم خفف عنها. مذكرة إدارية ونظرا للجهود الكبيرة التي بذلتها الآنسة أمل أثناء عملها كسكرتيرة في مكتب المدير تصرف مكافأة وقدرها 500 ليرة. لا شو 500، هي مو من صلاحياتي. ها، تصرف مكافأة وقدرها 300 ليرة سورية. التوقيع جميل الحمصي، الأربعاء. نعم يا أمل حياتي. تعي خذي البريد. هو بس هالمرة راح يطيرك. طيري. شباك لباك أمل بين إيديك، طلبت منه أستاذ. هذا البريد وقعته، وزعيه فورا. تأمر على الراس وعلى العين أستاذ. أنسي أمل قلت لك إنه التمثيل خلاص. يلا. شو أستاذ؟ امشي على مكتبك. هو أستاذ. هلا بتشوفي انه طيرك. يا سلام، سلم المكافآت بتتكلم. 300 ليرة؟ يا عين يا عين. صحيح معلوم بحرزين، بس هذا دليل انه الاستاذ جميل بحبني. أمل جمال إلى الدراسات. لكان قرار المكافأة سطحناك. خير شوفي مني عليشي شعر أستاذ وزي. شو جميل ما؟ بعيد الشر بعيد الشر. لكن شوفي يا أستاذ، ما في حدا غيرك إلا يلغي. أنت صديقه بتمون عليه. الله يخليك الله يخلي لك ولادك. خليه يلغي، ما بدي ياهم الاثنين يلغيهم يلغيهم. لك شو هدول الاثنين يلغيهم؟ القرارين. أنا قرارين. شو شي ظريف 300 ليرة لازم تضحك على وعد ما تبكي. إذا ما بدك ياهن أنا باخذهم. لا 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 لا، هذا عاملتي لك شي عاملة كبيرة. والله ما عملت شي. والله بدك تكوني ناسياني شي قرار شي موعد شي شغلة. أبدا يا أستاذ أبدا. ما بيصير إلا يكون في سبب. والله ما بعرف. طيب طولي بالك طولي بالك. هلا شوف فوت لعنده انا لجوا. الله يخليك. شو الموضوع؟ طولي بالك لفوت لجوا افهم شو الموضوع وبحاول اقول له يلغي القرار. الله يخليك يا استاذ وزي، ما المعروف ما راح انسى لك يا عمي. خلاص 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 خلاص. مرحبا. عم يقول مرحبا. شبنا ما ترد. نعم شو بدك؟ الله ينعم عليك. ليش هيك عم تناوفيني؟ ليكون مفكرني شي موظف عندها. خاطرك اخي عندها. ريح ريح انت. انا ريحت. شو في؟ لك مو عيب عليك يا منصور، بعد كل هالصحبه والعشره بتعمل فيي هيك؟ شو عملنا لها؟ شو عملنا؟ عامل حالك ما عندك خبر. لك كان عمي بتقتل قتيل وبتمشي بجنازته. اخي قتلنا القتيل ومشينا بجنازته، ايمتى بده يطالعوه؟ وردي. الو؟ اهلين استاذ. حاضر فورا. مع السلامة. وين رايحة؟ تشاو. شو تشاو ما تشاو؟ وين رايحة؟ نقلي الأستاذ جميل لعنده، صرت سكرتيرته الخاصة. باي. الله ما
يوفقك يا سالم. يعني قصدك على الفصل؟ انا قلت لحالي زياره هالمدير مو لله، اتاري مشان ينقل ورده لعنده. نيالك نيالك يا جميل الحمصي. لا انا اللي حمصي. خليها البقرة بضحتها أحسن. يا روح ريشك يا درويش. مرحبا. أهلين أنشو وزي. كيفك درويش؟ الحمد لله. بدي قهوة؟ لك مو على راسي، أحلى فنجان قهوة لأحلى ولد. خير أنسي وردة، شو بدك؟ ما بلغك الأستاذ جميل؟ بشو؟ صرت سكرتيرته. سكرتيرته؟ مين بلغك؟ لسه القرار ما طلع. الأستاذ ممدوح نائبه بلغني إياه هاتفيا. استاذ ممدوح ناقبه بلغك يا هاتفيا؟ ديري بالك على المكتب يا وردة. وعلى الاستاذ جميل يا وردة. اكيد. واذا احتجتي اي شيء خبريني وبشي فورا يا وردة. شكرا. يبعث لك يا وردة. وردي ما بده يجيب لنا غيرها. ما شاء الله يعين لنا وحده حلوه هيك ومنغرشه عشان نتسلى وناخذ معطي معها، مو مثل ورده منزعه وشايفه حالها. شو يعني كل مين حلو بيتنزع وبشوف حاله. خير اني زعمانين عليك. قصدي مين مثلي؟ امي؟ بعيد الشر ان شاء الله. انت ابوكي؟ ابوك انت. ابي الله يرحمه ورحمه الله عليه، انا لله وانا اليه راجعون. كنا على الطريق، من التراب خلقنا والى التراب نعود. بسيطه بسيطه. انسي امان؟ ما انت لي؟ مين اللي ما؟ وين العزاء؟ العزاء رح ينفتح على طول، كسر قلبي وحطم شعوري. بسيطه بسيطه، انا عندي اصبع تلزيق بكره بجيب لك اياه بتلزقي قلبي وبيمشي الحال. ليش عم تبكي؟ قليل ناصر ناكر بجميل. ليش بقى؟ مين؟ الأستاذ جميل. ليش شو عمل لي؟ نقلني لهون. قولي بعتلي قتلي ان شاء الله بروح معك ونتف. خير أستاذ صالح، مين قتلك؟ قصدي مين مثلك؟ امك ماتت؟ ان شاء الله امي. ابوك؟ ابوكي. مرحبا. اهلا. شو وين عمال؟ انا محلة، شو بتريدي؟ معناها طلع كلامه مزبوط. شو؟ لا قصدي هالطلب مستعجل، يا ريت توقعي لي من المدير. تكرمي، تفضلي ارتاحي. يعطيك العافية استاذ. الله يعافيك يا أحلى وردة، يا أحلى فلي، يا أحلى ياسمين، يا أحلى نرجسة. من زمان كان لازم جيبك لعندي. وين أنا عمك؟ وين كان عيوني أنا؟ استاذ رجاء، أنا ما بحب المجاملات وحكي الغزل، ما في داعي لهالاسلوب. لا طولي بالك، انا مو هيك قصدي، انا قصدي بس رح يفيكي بكلمتين حلوين. وينك لهلا انت؟ وينك؟ رجاء ما يتكرر هالشي مره تانية. في موظفه طلبت توقيعك وهي مستعجله. تفضل. يا العيني، شو رايك وقع لها ولا ما وقع لها؟ لا بوقع. ما بوقع. بوقع لها. شرفي تفضلي، بس يا ريت بهالانامل الحلوين تساوي لي فنجان قهوه. هلا بقول له لدرويش اعمل لك قهوه. لك لا، هذا درويش انا يمكن قلعه، لسه مو مبين وضعه. ساوي لي انت قهوه. معناتها جيب مستخدم ثاني يعمل لك القهوه. شو الحظ تبعي؟ يا شامل العز بيحلى.